يقول السائل: لدي مبلغ من المال زائد عن حاجتي، ولم أجد أي مكان آخر لحفظه غير البنك، فأودعته في البنك وديعة يعطيني عنها عائد بنسبة 10%، ثم يعطيني في بعض الأحيان 9%، فهل هذه الطريقة صحيحة؟ وهل هذه العوائد حلال؟ هذه طريقة باطلة، وهذا ربا، أخذ الفوائد على الوديعة في البنك هذه ربا، ربا صريح، فعليك التوبة إلى الله وترك هذا. أما الإيداع في البنك للحفظ فقط بدون أخذ فوائد ربوية فهذا يجوز للضرورة، إذا لم تجد مكانا تأمن على مالك في حفظه إلا في البنك تودعه في البنك للحفظ فقط، أما أنك تأخذ عليه فوائد ربوية فهذا حرام، هذا أكل للربا.